أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك هنا بسوق بجراح اليومي. الحركة كانت كثيفة منذ ساعات الصباح الباكر، الكل يبحث عما يحتاجه ليوم العيد. السيدة حفيظة هي واحدة من بين ربات البيوت التي تحرص مع اقتراب هذه المناسبة على شراء ما تحتاجه بنفسها ولتجعل هذا اليوم مميزا. يكونوا لي زيبيس جدد ويكونوا ملاح، ينفق لي زيبيس يكونوا للريح ويكونوا مواسيل يسون بيريمي مام ديري تبدا تزيد في لي زيبيس كاملة من بعد يمدوا نكهة مرة ما يمدوش عنقو. الدوارة، البوزلوف والعصبان هي أطباق لم تتمكن المأكولات العصرية بأنواعها من منافستها على مائدة الجزائريين، ولتحضيرها يشترط المهارة والدقة في الطبخ. من الحشية تكون الدوارة ويكون الزليف، شتات حتى على الزليف، كاين اللي يديروا صوص بلونش، كاين اللي يديروا صوص غوج، تكون بكبوكة، يكون عصبان، اللحشة. الباعة من جهتهم تعودوا على التأهب للعيد على طريقتهم بعرض منتجات ذات الجودة. احنا عندنا لي زيبيس وعندنا اللي نوجدوهم باينين كيما الكمون، كروية، راس الحانوت، فلفل الكحل، تسمى حوايج تعبانين تاع المرميطة تاع التجرية تاعنا. هي مناسبة تتنافس جميع الأسر على إظهار أذواقها فيها، وتحرص السيدات كذلك على أن تجعل منه يوما مميزا.